لا أنا أكلمك يعني آية قرآنية كبيرة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني هو الله يتحدث عن نفسه، سبحان الذي أسرى، يعني رحلة يعني مو خيالية حقيقية. ليش في ناس ما يصدقوها؟ هو لو كان في خيال كانوش كذبوه، إنه كفر مكة كذبوه. لا في ناس مسلمين يقول لك إنها هي يمكن رؤية مو مصدقين. احنا نقول لو هو قال لهم أنا شفت في المنام مش هيكذبوه. ليه؟ الإمام أحمد نفسه قال أنا رأيت الله 99 مرة. الله أكبر، أحمد بن حنبل. إي فقلت لو رأيته 100 لسألته. شلون شكله؟ جل في علاه. استغفر الله العظيم. ليس كانت لي شيء والسمع البصير جل في علاه. فانت لا يعني ما وصفوا الواحد كمشكات النسيب موصوف الواحد. لا هذاك مشكات اهل البيت. الواحد في النوم ما حدش يكذبه على اللي شافه، انما الـ لو كان هو بالحقيقه قالوا له احنا بنضرب اليها اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا، لما لقاهم يمارون في الإسراء مرضاش يكلمهم عن المعراج كويس، لأن ده كان الطريق من أوله كده خلاص. ولذلك واحد بيقول الإسراء مش معجزة، لأن المعجزة تكون مقرونة بالتحدي، وده مفيش تحدي. قلنا له لا فيه تحدي. مدد. قالوا له أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. مدد. فالله اختار من بين ما طلبوه أعلى الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها أو سفسافها، فاختار الرقي. ولذلك البصير صدرها قال إيه؟ كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك. فهنا الرقي في السماوات العلا ده مقرون بهذا التحدي، ونزل لهم وقال لهم فما بين مكذب ومصدق واللي قاموا قالوا له صف لنا بيت المقدس، كان أصعب سؤال وجهه في حياته، فكرب كربا شديدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سايح ده رايح يصحى يصلي ويمشي، وربط البراق بره حفاظا على الأمن، مع أن الضامن لها جبريل عقلها وتوكل. وبعدين وصف جلاه الله له، جبريل رفعه كده له الله فرأى. ولذلك قال ومن عنده علم الكتاب، لأن جبريل هو اللي رفع جب عرش بلقيس. مدد يا سيادي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات الأنبياء جميعا. جبريل هو اللي جاب عرش بلقيس. آه. يقولوا عاسف ابن بلخية، قالوا من؟ عاسف ابن بلخية من الكتاب. ما هو؟ لا قالوا عاسف ابن بلخية يقولوا العبد الصالح، وقالوا الخضر عليه السلام. مين اللي يقول؟ هو سورة الرعد آخرها إيه؟ ومن عنده علم الكتاب. جميل جدا. وبعدين علم الكتاب مين المكتوب فيه؟ وقالوا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مين اللي قال؟ في أحد التفاسير سيدنا سليمان نفسه. نعم. ولا سيدنا سليمان نفسه اللي أدب عرش. حتى سنود الشيخ شعراوي قال الرأي ده. اللي مكتوب في من عنده علم الكتاب جبريل. تعرفت عليها؟ كل ما شاء الله خليك صوفي. ومن عنده علم الكتاب في التفسير هو سيدنا جبريل. والقرآن يصدق بعضه بعضا لا يكذب بعضه بعضا. صحيح. الذي عنده علم الكتاب هو جبريل، هو اللي جاب له هذا العرش. لا بس الوالد ذكر مناظرته مع الشيخ عبد الله السبت عن الصوفيه بديوان الزمن 84، قال الا من ارتضى من رسول طيب. فيقول يجوز يعطيها غير الانبياء والملائكه، يديها ناس اولياء. لا يعني الخضر كان موجود ساعتها. والله مو بعيد ابونا. ايوه الخضر يم موسى وبين موسى وسليمان 1000 سنه، ما ننكر انه موجود بينهم بعض 1000 سنه. بس آسف ابن بلخية ليش ينذكر دائما؟ هذه لا يقدر عليها بشر. لا شنو كرامته آسف ابن بلخية؟ ما أعرف، هم بيقولوا يبقى ابن عمة سليمان.